رغم حالة الخلاف التي دبت بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول النتائج العسكرية للعدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن واشنطن جددت التزامها بدعم تل أبيب. الخلاف الذي ظهر في الآونة الأخيرة بسبب الضغط على إدارة بايدن على واقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع تحت مظلة الدعم الأمريكي، مما دفع بايدن إلى تحذير نتنياهو من تداعيات فقدان التعاطف الظاهري الذي اكتسبته واشنطن بعد 7 أكتوبر. هذا الموقف أفرز مطالبة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتغيير أعضاء في حكومته لتتمكن من التجاوب مع الاقتراح الأمريكي لمرحلة ما بعد الحرب على غزة وتسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تأهيله.